ولكن المتوفى الحاج عبد التواب. نشهد له الحسن الخلق، نشهد له انه كان يتحرك في سبيل الله، اهل الدعوه الى الله من اجل اقامه الدين في العالم كله، دي كانت نيته. وكان يتحرك في كل مكان، وكان يقوم على اوامر الله تبارك وتعالى في حياته. نشهد له بحسن الخلق، ونشهد له بانه كان يتحرك للدين بماله ونفسه في هذا السن، فما حدش عنده عذر. الله سبحانه وتعالى شرع للامه ديت اقامه الدين كما شرعه لأولي العزم من الرسل، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. المشركين في العالم ده كله مسؤولية المسلمين. طب وإحنا لسه من جيب رجل قدام ونجيب رجل ورا، يقول لك أصل الله لسه مقصرين. طب لحد إمتى مقصرين؟ فراجع حساباتي، أبويا فين وخالي فين وعمي فين، وحبايبي فين واصدقائي فين؟ في القبر، وانا اخري هنا. فلابد كل واحد يرجع من اللحظه ديت يراجع حساباته، يعمل برنامج لحياته من جديد. امر الله في حياتي نمره واحد، لان الله سبحانه وتعالى الكون ده كله في قبضته، مفيش حاجه بتتحرك الا باذنه بمشيئته، فعال لما يريد مش لما نريد. وفي الحديث عبدي اطعني فيما اريد أريحك فيما تريد، وإن لم تطعني فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. فمن نشأ إلا ربنا. فالنفس اللي طالع وداخل بإذنه بمشيئته بإرادته سبحانه وتعالى. الحياة والموت فقط بيد الله، والصحة والمرض فقط بيد الله، والغنى والفقر فقط بيد الله، والعطاء والأذى فقط بيد الله. ليه؟ للاختبار والامتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والنهاية هنا. هجاوب ولا مش هجاوب؟ أول سؤال، من ربك؟ أنا كنت في حياتي بتوجه لمين؟ بسأل مين؟ بستعين بمين؟ فالإجابة على قدر اليقين اللي كان عندي في دنيتي. كنت متيقن على مين؟ كنت بتوكل على مين؟ بقول يمين في كل الأمور، مش في الصغيرة أو لا، في كل الصغير والكبير. علاقتي بربي بنسبة كام؟ وعلاقتي بالمخلوق بنسبة كام؟ على قدر العلاقة، على قدر الإجابة، على قدر حال الإنسان مع ربه، على قدر الإجابة. وما دينك؟ ديني فين؟ أم ربنا في حياتي فين؟ قد إيه في حياتي موجود وقد إيه مفقود؟ أنا تفكرت للموجود لإصلاحه والمفقود للإتيان. في حياتي عايزة واقفة، عايزة واقفة. ومن نبيك؟ يا ترى حياة النبي صلى الله عليه وسلم عجباني ولا انا لسه براجع حساباتي؟ اصل دي سنة. الصحابة كانوا يقولوا ايه؟ سنة. احنا بنقول دي سنة. لا، خلي بالك. واتبعوه لعلكم تهتدون. ما فيش هداية الا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. شرق غرب اطلع انزل، ما فيش هداية من الله لأي حد الا من خلف النبي صلى الله عليه وسلم. مش اتباع الرسول ده يعني ايه شيء نافلة كده براحتي يعني، لا. حياة الرسول ليله ونهاره. أنا ليل زي ليل النبي أراجع حساباتي، نهاري زي نهار النبي صلى الله عليه وسلم أراجع حساباتي، عباداتي زي عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، معاملاتي، معاشراتي، أخلاقي زي النبي صلى الله عليه وسلم أراجع حساباتي، فكري زي فكر النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين. طب عندي رحمة على نفسي، رحمة على أهل بيتي، رحمة على أرحامي، رحمة على جيراني، رحمة على زمايلي، على أصدقائي، عندي رحمة على غير حتى المسلمين. رحمة يعني إيه؟ إن كله يرتبط بالله. رحمتي وسعت كل شيء فسيكتبها للذين يتقون. طب ازاي كله يبقى عنده تقوى؟ لأن نصيب العبد من مولاه على قدر تقواه، مش على قدر لبقته ولا فصحته ولا بلغته ولا مكانته في الدنيا. لا، نصيب العبد إنه مولاه على قدر تقواه. وكل القرآن وكل السنة بتحث على إيه؟ على إن الإنسان يتحصل على التقوى، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل. لسه الانسان ده مش راضي وعايز وبعدين عمره هيضيع، هيضيع ومحدش هينفعني. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. خلاصه الكلام، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، للوقت ده، للحظه دي. بستعد كم مره في اليوم للموضوع ده؟ يعني وانا في عز بقى، ما انا بضحك كده ومبسوط، افتكرت الموت، لم الدور شويه. وانا فرحان باي حاجه،
لم الدور شويه. ها طب حاجه فاتتني، ما تزعلش مش بتاعتك. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، لانه كله اختبار. فعشان كده لابد الانسان يفضي من وقته للحكايه دي عشان يراجع حساباته. بتشوفوا الاحباب بيخرجوا في سبيل الله من زمان جدا وفي كل العالم، في دول غير المسلمين بيخرجوا في سبيل الله. طب احنا كمسلمين محتاجين ايه بقى؟ كل واحد يفضي من وقته شويه. نصيب العبد من مولاه على قدر تقواه، وتقواه على قدر تفرغه من دنياه بنسبه اخرى. قد ايه من وقت للاخره؟ ده كل وقت للدنيا والاخره يعني. ده احنا صلينا الحمد لله، قرينا شويه في المصحف مخلص الموضوع. لا مش كده. القران من البدايه للنهايه مطلوب يبقى في حياتي اعمال. امتى؟ امتى؟ لما اديله من وقت شويه. اعلم عن الله عشان ازداد خشيه من الله، اعلم عن اوامر الله عشان تيجي في حياتي، اعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان يجي محبته في قلبي، اعلم عن سنه صلى الله عليه وسلم عشان اخد الهدايه من الله. ها نصيب العبد من مولاه على قدر تقواه، وتقواه على قدر تفرغه من دنياه بنسبه اخرى، وتفرغه من دنياه بنسبه اخرى على قدر يقينه بالله. انا متيقن لما اسيب شويه ربنا هيبارك في اللي موجود، لما اترك شويه ربنا هيديني. طب لم هي عايزه حسبه بقى حسب يقينك. عندك ثقه في الله؟ طب انت كان معاك حاجه اصلا؟ كنت تملك حاجه اصلا؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، ولا عارف حاجه ولا محتاج. خلص الموضوع. وبعدين ويقين الانسان بالله على قدر معرفته بربه. والمعرفه هتيجي ازاي؟ وانا قاعد؟ لا، اتحرك فربنا يوريك الاحوال فيوريك، يوريك من اياته، وتتحرك في الكون فيوريك من اياته. فيزيد يقينك عليه، معرفتك بيه ويزيد يقينك عليه. وايه اللي يحصل؟ تبدا بقى عندك ثقه انك تفضي من وقتك شويه، فيديك التقوى. هي التقوى عنده هو. هو اللي هيديها لك. هو اللي هيديها لك وهيديها لك، لان لو جت التقوى ما عندكش مشكله لا دنيا ولا اخره. لا دنيا ولا اخره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. انت عايز ايه تاني بقى؟ بس مش وانا مش شاغل دماغي، لا. لابد كل واحد يرجع من اللحظه ديت يراجع حساباته، ومش حساباته بس، حسابات اهل بيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكل اللي توصل عنده وكل اللي يجي عندك تبقى متفكر لغيرك، لان الدين مسؤوليه، حاجه ومسؤوليه، انا محتاج دي في حياتي ومسؤوليه تبليغه لغيري. فالان هندعي لاخونا يعني المتوفى حاج عبد التواب رحمه الله، فكل واحد يدعي كده. مش عايز تدعي؟ مين يدعي؟ عايز حد يدعي لك باي كيفيه؟ باي اخلاص؟ فنتوجه الى الله سبحانه وتعالى. هي السنه الدعاء انفرادي، ولكن يجوز جماعي ويجوز انفرادي. مستعدين ان شاء الله؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا اول بلا ابتداء ويا اخر بلا انتهاء، يا من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انزل هدايتك ورحماتك وامنك وسلامك على اخونا الحاج عبد التواب في هذه الليله يا رب العالمين. اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اسكنه الفردوس الاعلى يا رب العالمين. اجعل هذه الليله افضل لياليه، وهذا اللقاء افضل اللقاءات. اللهم انس وحشته، وسع في قبره مد بصره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم بحق غناك عنه وافتقاره إليك فارحمه يا رب العالمين. وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين، واجعلنا واجعلهم عندك من المقبولين. وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. حد يا احبابي.